بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، كيف حالكم؟ نراكم إن شاء الله ثانيا في هذا الموقع الجديد، يعني تعليم الصحابي لهذه الجامعة. فأنا لا أريد أن أطيل عليكم، دعوني في هذه اللحظات القادمة أن أقدم وأشرح لكم بعض الخطوات التي ينبغي أن نسير عليه لهذا السمستر، خاصة لمادة طريقة تعليم اللغة العربية لطلاب قسم تعليم اللغة العربية المستوى الخامس، سواء كان ذلك للنساء أو للإخوة الرجال. فشوف هنا، سوف أقدم لكم وحدة الدراسية لهذه المادة. فهذه المادة تقدم عبر السحاب أو أونلاين للسنة الأكاديمية 2020 و2021. ثم هذا الموقع، هذه النموذج للمادة التعليمية، طريقة تعليم اللغة العربية لطلاب قسم تعليم اللغة العربية المستوى الخامس للإخوة الرجال وللإخوة النساء. ف2 SKS، وتقدم هذه المادة. سوف نتقدم لهذه المادة في يوم الأحد، هذا للإخوة الرجال، في الساعة 9 إلى 9:40، ثم إلى الساعة 11 إلى 11:50. ربما لا أوضح لكم، لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المقهى أو في هذه السطور، ربما تقرؤون بأنفسكم فيما بعد، بعد أن تعمل بتنزيل هذه الملف أو بتحميل هذا الملف التعريفي، ربما تقرؤون بأنفسكم فيما بعد. هناك المؤشرات وهناك الأهداف العامة وهناك المعايير ينبغي أن يصل إليه طلاب قسم تعليم اللغة العربية الذين يجلسون ويدرسون هذه المادة. ثم أما بالنسبة للمدخل لأبنائي وبناتي، إحنا الآن في حالة جائحة، ليس بإمكاننا أن نلتقي في فصل واحد ونجلس كما فعلنا قبل أعوام أو قبل سنوات لخضوع جائحة كورونا. فحاولت الجامعة والإدارة على تصميم النموذج الجديد للتعليم عن بعد، أو بلاتشان شو. لذا نعمل في مقدمة هذا التعليم أو في مدخل واستراتيجية التعليم. فتنبني هذه الدراسة على التعليم عن بعد أو التعليم السحابي أو التعليم أونلاين. لا تنسوا، انظروا هنا في التقويم، فنجد فيه حضور طلاب لا يزم، ينبغي ألا يقل عن 30%. ثم انفعالاتكم في الدراسة خلال هذا السمستر، هذا 25%. ثم في الاختبار لنصف الفصل الدراسي، هذا بمستوى 20%. ثم الاختبار لآخر الفصل الدراسي، هذا يخل 25%. نعم، شوفوا، هذا أول ما ينبغي أن أشير إليكم، وهذه النقطة الجوهرية ينبغي أن أقدم لكم وأوضح لكم، حتى لا يتوقع أحدكم في خطأ في فهم هذه الخطوات أو في المواد أو الموضوعات الذي ينبغي أن نسير عليه لهذا السمستر في هذه المادة. في اللقاء الأول، نعم، كما تعلمون نحن نقسم هذا اللقاء إلى 2، هناك اللقاء وجها بوجه، ثم اللقاء دون المدرس، أي في أسبوع واحد نحن نلتقي بالمدرس ونتلقى المواد بشكل مباشر عبر الصحاب، وفي الأسبوع الثاني تعملون أنتم بالمهمات التي تناولتموها من عند المدرس. يعني في الرقم الأول نحن نتحدث عن مسيرة
أو المقرر الدراسي لهذه المادة، ثم هذا اللقاء معي. نعم، شوف هنا في التاريخ 23، يعني هذا اليوم، ثم في الأسبوع القادم أنتم تعلمون بأنفسكم وتعملون بعض المهمات التي اتفقناه هنا، وفي الأسبوع الثالث نحن نعمل هذا، يعني في تاريخ 6 من سبتمبر. يعني هناك مصطلحات بين الاتجاه والمدخل، ثم الطريقة، ثم الأسلوب. هناك المصطلحات التي تسير دائما أو تتجول دائما عندما نحن نتحدث عن تعليمية اللغة العربية. ثم في اللقاء الرابع بعد أن قرأتم، يعني في النقطة الثانية هنا، فقط أن تقرأوا بعض الملفات التي أرسلتموها، وربما أن تحملوها وتنزلوها في الموقع الذي أرسلت إليكم. هنا موجود، ها هنا موجود، ها لينك كوبر فرنسي، أنتم تعملون هنا، وسوف موجود بعض الكتب، وسوف تحتاج واحد فقط، تختار واحد فقط. وفي اللقاء الرابع أن تكتب هذه خلاصة لما تقرأونه في اللقاء الثالث. ثم في اللقاء الخامس نحن نتحدث عن كيفية تعليم مهارة الاستماع للمستوى المقدم والمتوسط. ثم المحتوى الرقم السادس، يعني أنتم طبعا لكل طالب لهم خبرات أو لهم معارف في مسيرة تعلمه اللغة العربية، سواء كانت هي مهارة أو ناصرة، فكيف تعبرون هذه المهارة من خلال من عبر الأسرة، يعني بعد عندما جلستم في مدرسة الثانوي أو في مدرسة المتوسط أو حتى الجامعة، كيف تلقون هذه المهارة، وماذا تعمل الانتقادات لهذه المهارة؟ يعني أنتم تكتبون في صحيفة واحدة فقط، لا أكثر عن ذلك. أما بالنسبة للرقم السابع هنا، تساوي بالرقم الرابع، بخلاف أن الرقم الخامس هنا في مهارة الاستماع، أما في الرقم السابع هنا في مهارة الكلام، ثم رقم الثامن هنا في مهارة الكلام. أما بالنسبة لصيغة الكتابة الخبرة ataupun format penulisan itu nanti akan saya kirimkan di tiap-tiap pertemuannya sesuai dengan nomor ini. Jika 8 asinkronis, maka saya akan kirimkan di 8 asinkronis ya. Metodologi selanjutnya tentang qiraah, sekarang kalam, ini hampir sama. Cuma yang membedakan itu maharahnya saja. Selanjutnya konsep pembelajaran berbaca online ya, bagaimana konsep dasarnya, karena tidak mungkin الطلاب أنتم جميعا سوف تواجهون مثل هذه النموذج التعليمي في زمانكم المستقبل. Tidak menutup kemungkinan nanti jika sampean-sampean semuanya akan terjun ke dunia pengajaran, akan mengalami pembelajaran online seperti ini ya. Tentu sama sudah merasakan, dan bagaimana pembelajaran online itu, apa kelebihan dan kekurangannya itu, tuliskan dalam format tidak kurang dari satu halaman ya. Amma binisba li al-mahammat al-wajibat, wa ana aktub huna la yaqillu an safha wahida idha katabtum billugha al-arabiyya. إذا كان الكتاب باللغة العربية فأنتم تكتبون الخلاصة باللغة الإندونيسية، وأقصها إذا كانت الكتاب باللغة الإندونيسية فأنتم تكتبون الخلاصة باللغة العربية. هذا في الخلاصة. أما بالنسبة للرقم الثاني في الخبرة، إذا تكتبون باللغة الإندونيسية ب تايمز نيو رومان، وإذا كتبتم باللغة العربية فتستحملون تراديشنال عربي. هذه المهمات التي يمكن أن أوكي إليكم تمهيدا وافتتاحا لهذه المادة، أو لعل هذه العرض يكون بداية خير لنا في نصف في سمستر
القادم إن شاء الله. تمنياتي شكرا على حسن الانصات والمتابعة، مع تمنياتي دائما لكم ولكم بالتوفيق والنجاح دائما. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.